رح كون عم عرفكن اليوم على تحدي لائحة الامتنان، وهلأ مننقل للنصيحة ورح كون عم ساعدك لتزيد حواجبك ورموشك على لائحة النعم. مرحبا يا حلوين، أنا نجلة وبهالفيديو مثل ما تعودتوا حيال نصايح ودردشة، فتابعونا. حيلة اليوم طريقة سهلة لتركيب الرموش، يلا نشوفها سوا. بظل الضغط والتوتر والظروف اللي عم نعيشها، اوقات منحس حالنا منا قادرين نقدر النعم اللي بالنسبه لنا صغيره بس لغيرنا يمكن تكون كل شيء. وبما انه نحن بهالشهر الفضيل، رح كون عم عرفكن اليوم على تحدي لائحه الامتنان ل 21 نهار او ال 21 جراتيتود ليست تشالنج. اكيد عم تسالوا حالكم ليه لمده 21 نهار. كنتوا بتعرفوا انه الدماغ مثل حيلا مكنه سيلفون او كمبيوتر نعمل لها ريستارت، نحن قادرين نعمل ريواير لدماغنا. ب 21 يوم قادرين نمرن دماغنا ليقشع نصف المليون من الكبايه ويصير يفكر بطريقه ايجابيه. بلشي يوميا اكتبي اول 3 نعم بيخطروا على بالك، مثلا عندي بيت، عندي اهل يحضنوني، انا بصحه جيده، اليوم اكلت وشربت. وصيري يوميا زيدي على هالليحة كل النعم اللي انت بتعتبريها مهمة بحياتك، وما تترددي ابدا بولا نعمة. فيها تكون النعمة مثلا الانترنت، وسيلة التنقل، صديقة، نوم، او هيدا الشو مثلا. واخيرا جمعي كل هالنعم، وكل ما تكوني ستريسد اوت، معصبة، موترة، قري الليحة وصدقيني رح يتغير مودك تلقائيا. وهلأ مننقل للنصيحة ورح كون عم ساعدك لتزيد حواجبك ورموشك على لائحة النعم. قبل ما تلجأي لتقنيات تجميلية لحواجبك ورموشك، جربي هالخطوات اللي فيك تعمليهم انت وقاعدة بالبيت لحالك وشكرينا بعدين. النصيحة الأولى، ترتيب الحواجب والرموش يومياً بكوتن سواب وفازلين مرة أو مرتين بالنهار على الحواجب بشكل كامل، وعلى الرموش جربوا ما كتير تدقوا بالجفن. النصيحة الثانية، طبقي خلطة زيت الخروع وزيت اللوز الحلو 4 مرات أسبوعياً. هالزيوت بيحتوي على مستويات عالية من الفيتامين إي، من البروتين، من الدهون، وهالشي كتير بيساعد على تطويل الحواجب وتكثيفهم. والنصيحة الأسهل واللي لازم يومياً تعملوها 3 مرات هي تمشيط الحواجب والرموش، وبالتالي منكون عم نحرك الدورة الدموية. وهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم، إن شاء الله تكونوا حبيتوها. ما تنسوا أكيد تعملونا سبسكرايب وتفقسوا على الجرس لكل ما ننزل فيديو دغري تحضروا. باي.